بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين عشاق الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من قناة النادي الأهلي، نادي القرن، نادي النسر المحلق عليا في سماء الإعلام وسماء الرياضة المصرية، نحييكم بتحية محملة بنفحات الشهر الكريم، أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات، في أمسية كده رياضية ولا أروع بقى، مع قطبي الكرة الطائرة المصرية والغريم النادي الزمالك للنادي الأهلي باستمرار طبعا في كافة الألعاب وكافة المنافسات، مع دخول بعض الأندية في المنافسات، ولكن طبعا بتبقى ليها مباراة بقى ذات طبع خاص، مباريات القمة ما بين الأهلي والزمالك. مباراة النهاردة بتشهد كده ندية منقطعة النظير بتقدم نادي الزمالك وتسيده كده لبطولة الدوري حتى الآن، ولكن طبعا الأهلي لمباراة مؤجلة. نادي الأهلي ليه 25 نقطة ومباراة مؤجلة مع الترسانة، ومستنيين بقى إن شاء الله بعد المباراة دي يكون فائز وهنحسب ليكم النقاط إن شاء الله. ولكن مشوار الفرقتين في البطولة حتى الآن، فوز الأهلي في مباريات 3-0 مع سموحة وهليوبلس وسبورتينج والداخلية والطيران والاتحاد السكندري والقناة، وفوز على طلائع الجيش 3-1 وهزيمة من بتروجيت 3-2. ليه مباراة مؤجلة زي ما قلنا مع الترسانة، ولكن مشوار الزمالك الفوز 3-0 على القناة وسموحة وبتروجيت والترسانة وسبورتينج والداخلية والجيش، وفوز 3-1 على الطيران والاتحاد، فوز 3-2 على هليوبلس وبرصيد 29 نقطة زي ما قلنا لحضراتكم في المركز الأول. وترتيب المسابقة حتى الآن، الزمالك لعب 10 مباريات فاز بالعشرة، في بس خسر نقطة من ماتش هليوبلس بفوزه 3-2، وطبعا ده أخره نقطة وبقى عنده 29 نقطة رصيد. الأهلي في المركز الثاني لعب 9 مباريات وله مباراة مؤجلة مع الترسانة، كسب 8 وليه 25 نقطة بخسارة من بتروجيت 3-2. طبعا باقي ترتيب الجدول، سموحه في المركز الثالث والاتحاد في المركز الرابع وطلائع الجيش خامس، بتروجيت سادس، الطيران سابع، سبورتنج ثامن، ترسانه تاسع، القناه عاشر، هليوبلس 11، الداخليه في المركز ال 12. عارفين ان مسابقه الدوري كانت 24 فريق اتقسموا ليه مجموعات، خرجت في النهايه 12 فريق بيلعبوا للترتيب من الاول ل 12 واتسمى كده بطوله السوبر، ومن ال 13 لل 24 بقى هيبقى في صراع كبير قوي على فرق المقدمه اللي هتظهر للموسم القادم ان شاء الله في فرق القمه، وطبعا صراع على النهايه في الفرق اللي هتنزل للممتاز به. مواجهات الفريق في الموسم المنقضي او الموسم السابق، الفريق النادي الاهلي احتل المركز الاول ببطوله الدوري والكاس، ولكن كان في كده اخفاق في الدور الاول والثاني بفوز الزمالك 3-1 على الاهلي، ولكن طبعا كان بقى ولا اهم ولا اروع من كده نهائي بطوله عربيه وفوز الاهلي المستحق 3-0 ورد كده بفوز ببطوله عربيه، وايضا في نهائي قبل نهائي كاس مصر وفاز برضو الاهلي 3-0. زي ما حصرنا كده او رصدنا لحضراتكم مشوار الفرقتين مع بعض، ودي اول مره يتقابلوا في الموسم 2021-2022. قائمه الاهلي بتضم عبد اللطيف عثمان، عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو، احمد صلاح، جورجيف المحترف في سنتر الشبكه، محمود رؤوف، محمد معوض، محمد عادل، احمد عبد العال، حسام يوسف، زيستو رقم 13 ومحترف من الصفوف قادم كده من الاهلي البحريني، احمد قطب، محمد رمضان، احمد سعيد، والجهاز الفني والجهاز الاداري، اللواء خالد ابو زينه مدير اداري، كابتن محمد مسلحي او ميدو مسلحي زي ما معروف لينا كلنا، مدير فني، وتامر مجدي مدرب عام، محمود جمعه مدرب، الدكتور ايهاب فخر الدين طبيب، الدكتور سامح ظلام علاج طبيعي، الدكتور حسن عبد المجيد مخط احمال، وايمن علي اداري، كابتن ايمن علي اداري، واحمد سعيد محلل تقني، وعبد الرحمن مكي مدلك، واحمد رشاد للمهمات. اما فريق نادي الزمالك فبيمثله النهارده في التشكيل الاساسي ل 14 لاعب، وهم احمد فتحي ورضا هيكل ومحمد محسن ورشاد شبلي واحمد ضياء ومصطفى دبش واحمد يوسف، هشام يسري، اشرف اللقاني، درونكا الليبرو طبعا المعروف بقى واللي ظهر كده مع صفوف نادي الجيش، ومحمد رضا هيكل ومحمد مجدي وستيفن هانت المحترف بصفوف نادي الزمالك، ومحمد المهدي وسيف حسن عابد، المدير الفني كابتن اللقاني، ومدرب عام هشام قطب، مدرب مساعد وليد عبد العال، ومدير اداري طبيب احمد سعودي، ومحلل هاني سمير، واحمد شعلان مدير اداري. على بركه الله نبدا اللقاء، ونتمنى ان تكون مباراه شيقه وممتعه لكل مشاهدينا على قناه شاشه النادي الاهلي، واول ارسال مع مصطفى دبشه واستقبال ولا اروع، وعبد الله عبد السلام اللي بنقول له حمد لله على السلامه يا ساحر،
واول كوره من احمد سعيد من المنطقه الخلفيه بتاخد كده اجسام لاعبي نادي الزمالك مصطفى دبشه، واول نقطه وصيحات واهات بقى من اللاعبين والبدلاء. كوره كده ولا اروع من كده ولا احسن من كده. عبد الله عبد السلام مع احمد سعيد، ادي عبد الله على الارسال ولكن خارج الملعب، وشايفين بقى قد ايه الحماس منقطع النظير مع اللقاء ومع بدايه اللقاء، واحد واحد وشكلها كده مباراه مطوله علينا، ولكن طبعا بنتمناها ان تستمتعوا بكل فنياتها العاليه. قوام منتخب مصر الاساسي امامنا في الملعب، 6 لاعبين من النادي الاهلي بصرف النظر عن المحترفين، واثنين من البدلاء وهم القوام فعلا زي ما بنقول. وادي مهدي بقى بيحط كوره كده من ارسال سبايك مع الوزب ولكن في الشبكه. 2-1 للاهلي، 2 الاهلي 1 الزمالك. وادي تشجيع البدلاء في النادي الاهلي، طبعا بقى بيفتقر المباراه للجماهير اللي طبعا لتعليمات امنيه، وطبعا بنشكر الامن وزاره الداخليه، وبنشكر الامن الداخلي لنادي المقاولين العرب اللي قايم بدوره على اكمل وجه. وادي رضا هيكل بيلف كده، ومن بره ايد احمد سعيد وبيضرب كره قويه، وتشريف الكابتن محمود الخطيب الى صاله استاد المقاولين، وهو تشريف للرياضه المصريه وتشريف للاعبي النادي الاهلي. وطبعا الكابتن بيبو بقى قد ايه بيتابع ولاده كده واعضاء مجلس الاداره ووراهم في كل المحافل، حتى مباراه في منتصف الجدول ولا تمثل اهميه في الترتيب، ولكنها زي ما بنقول مباراه لا تقبل القسمه على 2، مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، اهم بكتير من النادي الزمالك، ولكن طبعا النادي الزمالك بيهمه ان هو يكسب عشان يفضل متصدر المسابقه. وعارفين ان كان في اخفاق لفريق النادي الاهلي في المباراه مع بتروجيت 3-2، ولكن بقى هيعوض النهارده ان شاء الله. وشايفين كده تقدم للزمالك مع بدايه اللقاء 3-2. هيكل على الارسال، ارسال مع الوزب سريع، وادي استقبال من المحترف الاهلاوي واحمد صلاح، وضربه قويه، وفي اشاره من حامل الرايه كابتن هيثم بانها داخل الملعب، وبياكد عليها حكمنا الدولي الاول وائل انديل، والحكم الثاني الدولي وليد الخشن. وقد ايه هم بيديروا اللقاءات بهدوء كده اعصاب وكفاءه منقطعه النظير، وبيقولوا للعيبه اهدوا شويه، احنا لسه اللقاء مطول قوي معانا، مش عايزين عصبيه من الاول. جورجيف على الارسال، رقم 6 من النادي الاهلي، 3-3 حتى الآن، وإرسال ولكن استقبال من دبشة وإعداد أهو، وفين منطقة خلفية خارج الملعب يا مصطفى. إعداد جيد جدا من أحمد فتحي، ولكن مصطفى كده طول دراعه شوية على خارج الملعب. وأدي بقى الحماس والتشجيع للاعبي وبدلاء النادي الأهلي اللي يهمهم طبعا الفوز النهاردة، وتأكيد بقى إن إحنا راجعين تاني للصدارة، وتأخرنا ما كانش إلا لظروف. وادي تاني زورجيف، وارسال قوي، درونكا استقبال جيد، ومنطقه خلفيه رضا هيكل وبليس واحمد صلاح. قد ايه رائع احمد صلاح واحمد سعيد، ولكن حائط صد من شبل او المتالق بقى في صفوف الزمالك، لاعب مركز ثلاثات رشاد شبل، وبيحمس نفسه كده. ومباراه رائعه حتى الان بروح رياضيه ما بين الفرقتين، وتعادل في النتيجه في كل شيء حتى الان، في حوائط الصد وفي الاتاك وفي الارسالات. وادي استقبال احمد سعيد، والصخره زاروك بيضرب، ولكن الكره ما تعديش من حوائط الصد، واول تقدم لفريق الزمالك 5-4 حتى الان في الشوط الاول. متابعينا مشاهدينا بنحييكم طبعا بقدوم شهر رمضان بقى وحلوله ان شاء الله كده باليمن والخير والبركات على الامه الاسلاميه، وبنتمنى النهارده انكم تستمتعوا مع قناه النادي الاهلي، قناه نادي القرن. وهنقول لحضراتكم بقى تباعا كده قد ايه النادي الاهلي حقق انجازات في الفتره الاخيره، وقد ايه دخل في موسوعه جينيس، وطبعا هنذكر مع حضراتكم التاريخ الطويل لكلا الناديين. راجع احمد صلاح على الارسال، ابو صلاح صاحب اليد اليسرى، اليد اللي عرف الطريق العالمية منذ 2011 واحتل صدارة اللاعبين. وادي ارسال قوي، واستنيت بقى اشوف ابو صلاح هيعمل ايه، وحقق كده نقطة، واكمل بقى الحكاية واكمل الرواية على ابو صلاح، واقول له كده يا اغلى الناس يلي محبب كل الناس في الكرة الطايرة باخلاقك العالية وادائك الرائع. احمد صلاح من عيلة كلها ومن أسرة كلها رياضية عاشقة للكرة الطايرة، بداية من أخوهم الكبير هشام صلاح
ربنا يديله الصحة، وأحمد ومحمد وياسر وليهم قرايب كتير مارسوا الكرة الطايرة. وأدي عادل لسه بقى الدنيا كده ما مسكتش شوية مع عادل، وبيديله تعليمات على طول ميدو مشلحي، بيقول له رحل نفسك شوية عادل وتحرك برجليك. 6-6 حتى الآن، وراجع شبل على الإرسال، رشاد شبل، إرسال رشاد بيبقى سبايك كده مع الوزب فلوتر سريع، واستقبال جيد من سيستو، ومركز 4. الله عليك يا سعيد، بيطير في الهواء وبيجي بإيد من حديد يضرب كرة قوية في ملعب نادي الزمالك. وادي تعليمات ومزيد من التعليمات من كلا الجهازين الفنيين النهارده. مباراة ليست مباراة فنيات فقط، ولكنها مباراة بين اثنين مديرين فنيين، الكابتن الأنب خبراته العالية، والكابتن ميدو مصلحي بقى بنجاحاته وإنجازاته المتعددة والعديدة من أبناء النادي الأهلي الكابتن ميدو مصلحي. وأحمد سعيد واستقبال معدي، وأدي الروك الصخرة اللي لقبناه كده من المباراة بتاعت نادي طلائع الجيش، واللي حقق فعلا العلامة الكاملة حتى الآن، و 8-6 في الوقت المستقطع الفني الأول. يا ترى بقى تعليمات كلا الجهازين الفنيين هتروح لفين؟ احنا شايفين دلوقتي ان بادئين ياثروا على بعض بالارسالات القويه، وبيوجهوا كده الارسال ناحيه اضعف المستقبلين، ولكن بقى مع وجود الارسال على لاعب الليبرو درونكا، ولكن برضه اخفق في الكره الاخيره. هل هياخد الاهلي المبادره ويلعب ارسالات قويه فقط ولكن غير موجهه؟ نشوف كده بعد ما نرجع من الوقت المستقطع. وتعليمات ايضا من الجهاز الفني بقياده الكابتن اللقاني في مباراه الزمالك اليوم، واللي بيحاول كده يحافظ على صدارته حتى الان لجدول المسابقه. كلا المديرين الفنيين زي ما قلنا بيحملوا نجاحات سواء في الداخل من ميدو مصلحي او في الخارج من الكابتن اللقاني سفير المدربين العرب في الدول العربيه، ورجع بقى لبيته ونشاته لنادي الزمالك، وبيحاول كده يعيد لم الصفوف. احمد سعيد بايد من حديد فعلا يا احمد يا سعيد، وبيحقق النقطه من ارسال مباشر. وقلنا هل يا ترى بعد الوقت المستقطع هيعتمد فريق الاهلي على الضربات الساحقه من الارسال او الارسالات الساحقه عفوا، وده اللي شايفينه امام حضراتكم بدون توجيه وبدون نقطة معينة بيلعب فيها النادي الأهلي، ولكن بقى إرسالات قوية بتاخد إيد الليبرو مرة ويخفق في الاستقبال، والمرة الثانية بتاخد إيد مصطفى دبشة، وهنشوف بقى هل هيعدل كده دبشة ويوسف ودرونكا من استقبالهم في الزمالك ويرجعوا نفسهم للأداء تاني بعد تقدم 3 نقاط. والوقت المستقطع اللي خده الكابتن اللقاني بيحاول كده يجيب بيه المباراة بقى من بدايتها وما يسيبهاش تهرب منه من الشوط الأول ولا إيه؟ وهنشوف تعليمات ميدو مصلحي النجم صاحب المكانة العالية في قلوب لاعبي النادي الأهلي، كان رفيق في الملعب والآن هو المتصدر حتى الآن بقاله حوالي 5 أعوام تقريبا متسيد كده لمسابقة الدوري المصري. وادي إعداد لمركز 4 مصطفى دبشة، ولكن طار في الهواء دبشة وحط الكرة في الشبكة، وبيعتذر بقى لزمايله. وأحمد فتحي كده كانت راجعة شوية يا فتحي، وبيقول له معلش حقك عليا وهعوضها لك، ولكن بقى شوفوا قد إيه الصحوات الأهلوية والجماهير، أقصد اللاعبي البدلاء اللي بيقوموا بدور الجماهير طبعا، وبيشجعوا بقى لاعبين النادي الأهلي. وأحمد سعيد وما زالت الإيد الحديد ما شاء الله، وجملة خططية بتركيبة كده من دوبل وبوش، ولكن في الأخير هي خارج الملعب. وأدي أول تبديل مصطفى دبشة مش ماشية معاه، 3 كرات خارج الشبكة واستقبال خاطئ، أو خارج الملعب واستقبال خاطئ، وبيشجع زمايله وبينزل ضياء القادم من فريق سموحة. وما زال على الإرسال صاحب القبضة الحديدية أو أحمد سعيد اللي بيطير في الهواء وبيضرب إرسالات قوية، ولكن درونكا المرة دي يستقبل. وأدي مهدي وذا روك الصخرة عملاق النادي الأهلي عادل 2 متر 11 ما شاء الله، وبيطلع من فوق وبياخد الكرة كده من ناطحات السحاب الزملكاوية، وبينزل بنقطة مباشرة ببلوك، ولا أروع ولا أحلى من كده، وسيمفونية فعلا بنشكر عليها النادي الأهلي ونادي الزمالك لمحاولته للحاق ب6 نقاط فارق حتى الآن، وتميز واضح من بداية الشوط الأول لفريق النادي الأهلي. وما زال أحمد سعيد صاحب اليد
او القبضة الحديدية ما شاء الله عليك يا سعيد، بينط عالي وبيلعب ارسال مع الوزب، ولكن خارج الملعب المرة دي. كان تعمل تاتش كده مع رضا هيكل ولكن خارج الملعب يا سعيد. معلش خمس نقاط حتى يريح فريق الاهلي مؤقتا، وما زال متمسك فريق النادي الاهلي بيه. وطبعا ما يخفاش عليكم بقى تشريف الكابتن محمود الخطيب قد ايه مدي روعه للمباراه. وادي من فوق وحائط صد خارج الملعب، والله عليك يا ابني ريموند زيستو رقم 13 بيطلع هوا وبيشوط في ايد البلوكات وتطلع في الاوت، وبيرجع دوله او الصخره زي ما لقبناه من اللقاء السابق لنادي الجيش. عادل ارسالاته فلوتر سريعه، والمره دي فعلا على ضياء ومهدي، وضرب من فوق قوي مهدي، وكان في اسيستنت بلوك كده من زيستو، ولكن بتطلع الكره في حوائط الصد والديفنس والدفاعات وخارج الملعب. بيرجع ضياء على الارسال، و13 الاهلي 8 الزمالك، متاخر الزمالك حتى الان بخمس نقاط تريح فريق النادي الاهلي في بدايه اللقاء والشوط الاول. ما ننساش بقى وجود الكابتن هيثم السعيد في استديو الابطال كده، ومعاه الكابتن ممدوح اسماعيل والكابتن المتالق دائما احمد زكريا، وتحليل للقاء وقد ايه نستفيد بتواجدهم داخل استديو التحليلي او استديو الابطال. بيرجع الارسال لعبد الله عبد السلام اللي ليه مشوار طويل قوي مع الاحتراف ومع النادي الاهلي، وهنقول لحضراتكم برضو في التوقف. وادي عبد الله، يا سلام يا عبد الله، الكره فيها شك شويه، ولكن اشاره من حامل الرايه واشاره من الحكم الاول الدولي الدكتور وائل انديل بان الكره خارج الحدود. ارسال مع مهدي رقم 4 محمد المهدي نادي الزمالك، ومتاخر حتى الان بخمس نقاط، وارسال كده سهل قوي لمها معوض. وادي عبد الله وفي ايد حوائط الصد من جورجيف وخارج الملعب، لسه مش ظابطه حوائط الصد الزملكاويه، ولكن بقى بفضل الضربات الساحقه لفريق النادي الاهلي. رجع ريموند زيستو على الارسال، ريموند ارسالاته شويه مش قويه ولكن بيوجهها كده في ناحيه خططيه. وادي هنا لعيبه على يوسف، استقبال خارج ال 3 متر، ويوسف معاه دبل بلوك ولكن ضرب في العصا الهوائيه وهي من خارج حدود الملعب. وادي الوقت المستقطع الفني الثاني و16 9 7 نقاط قاسيه من البدايه يا اهلاويه، تبداوها كده مع فريق نادي الزمالك و16 9 حتى الان. يا ترى بقى تعليمات الجهاز الفني لنادي الزمالك، بيحاول كده يظبط شويه استقباله للكره الاولى وتخليص الكرات سواء من سنتر الشبكه او مركز اربعات. وما زال الكابتن ميدو مصلحي والكابتن تامر تايجر والكابتن محمود جمعه هيصمموا على الارسالات القويه اللي مأثره حتى الان على اداء فريق نادي الزمالك. مباراه شيقه، مباراه رائعه حتى الان، تليق بسمعة الكرة الطائرة المصرية وتصدرها لإفريقيا والعرب، وإن شاء الله في طريقنا كده للعالمية في ظل سياسات بقى واستعدادات قوية كده من اللجنة المؤقتة بإدارة شؤون الاتحاد. وادي ارسال تاني واستقبال من احمد يوسف خارج الحدود وفي مركز اربعه، ودفاعات من زيستو. وادي فين يا عبد الله يا ساحر يا احمد يا سعيد يا متالق احمد صلاح عفوا، وتاني بترجع ومعوض. لا ده مين المره دي؟ ده رمضان، الله عليك يا رمضان، وبيشد درونكا في مركز اثنين، ورضا هيكل بالعين الخبيره كده ويضرب في اطراف اصابع احمد سعيد وبيعتذر لانه عارف زوايا رضا هيكل كويس، ولكن رضا بقى اختار تاتش البلوك. وادي تغيير تاني في صفوف الزمالك، بيخرج احمد فتحي من على حوائط الصد وينزل هشام يسري، خد كده احسن لاعب من مركز اثنين في بطوله 23 سنه اللي اقيمت في مصر واحتلينا فيها المركز الخامس. رضا هيكل ارسال سهل قوي يا رضا، واستقبال من زيستو ومركز اثنين لابو صلاح واسقاط، ولا اروع من كده. بيحاول عليها يوسف، بيحاول عليها درونكا، لكن في الاخير هي نقطه اهلاويه، نقطه للشياطين الحمر، نقطه للماسترز. وحتى الان 17 10 بسبع نقاط فارق، وراجع جورجيف على الارسال، وفي تبديل كده ولا ايه؟ عبد الرحمن سعودي رقم 5، ارسالاته مؤثره عبد الرحمن، وكان غايب كده بقاله فتره، ولكن الحمد لله على السلامه يا عبد الرحمن. خارج كراسمير جورجيف
ونازل مكانه عبد الرحمن، وارسالات خططيه هيطلبها منه كابتن ميدو مصلحي. عبد الرحمن على الارسال، ارسال سريع واستقبال جيد من يوسف وفي مركز اربعه، وكره ما لحقش يشوفها هشام يسري. الله عليك يا ابو صلاح، سنجل بلوك دانك مسطره زي ما الكتاب بيقول، طلع من فوق الكل وخد كره قويه جدا ووقت مستقطع بيطلبه فريق الزمالك، وثمان نقاط زي ما قلنا قاسيه من بدايه اللقاء على فريق نادي الزمالك. مصمم فريق الاهلي على الفوز، مصمم على تصدر الدوري او المسابقه مسابقه الدوري مره ثانيه، وحتى الان تقدم بثمان نقاط كفيله ان هو يفوز بالشوط الاول، ولكن طبعا لسه المباراه ما انتهتش، فنيات عاليه من فريق النادي الزمالك. الغريمين او الخصمين بقى يتنافسوا بشرف وباداء مهاري وخططي ولا اروع من كده، فعلا مباراه تليق بالكره الطائره المصريه. ننتهز بقى الفرصه طبعا ونشكر رئيس مجلس اداره نادي المقاولين العرب المهندس محمد محسن صلاح، والنائب الاستاذ حسام الدين امام، ومشرف على النشاط الرياضي عضو مجلس الاداره الاستاذ كريم منير، والمشرف العام على النشاط علي العسال، وطبعا بقى على استضافتهم للقاء كده بعد تحويل اللقاء من خارج صاله النادي الاهلي او صاله النادي الزمالك. وادي هشام يسري كان بيحط كوره كده برست ايديه في منتصف الشبكه، و بنشوف تألق من هشام في الكرة اللي فاتت، ولكن طبعا كان أحمد صلاح بقى واخد بلوك كده مسطرة زي ما بيقول وزي الكتاب ما بيقول. يرجع الإرسال لأحمد يوسف، إرسال سهل قوي خارج الملعب يا يوسف، يعني مصطفى دبشة بدأ اللقاء وما كانش في الفورمة، وخرجه كابتن لقاني ونزل مكانه ضياء، وادي بقى بيجي له هنا كمان احمد يوسف يحط الجهاز الفني لنادي الزمالك في مشكله ويزيد الامر صعوبه. وحتى الان 8 نقاط، واحمد صلاح على الارسال، كل سكوت، الكل هيشوف، الكل هيسمع صوت الكوره، وما شاء الله عليك يا ابني، الله عليك يا ابو صلاح، الايد اللي من حديد هو واحمد سعيد، ولكن بقى بيتميز ابو صلاح كمان، ما شاء الله، فارق في الطول، فارق في الوزن، فارق في السرعه، فارق في الخبرات والاحتراف، والله عليك يا ابو صلاح، نموذج في كل حاجه ما شاء الله، نموذج في الاخلاق، نموذج في المهاره، نموذج في الالتزام داخل الملعب، فعلا قدوه احمد صلاح لابنائنا اللي بيلتفوا حوالين شاشه قناه النادي الاهلي. تاني احمد صلاح مع استخدام العقل والخبره كده، ولكن بقى ما حلفوش فيها الحظ وفي الشبكه، معلش يا ابو صلاح، فارق مريح حتى الان 8 نقاط. هل سيستمر اللقاء على نفس المنوال؟ ارسالات قوية من الاهلي واخفاق في الاستقبال من الزمالك، وضياع ايضا واهدار في النقاط، ومزيد من الاهدار من ارسالات سهلة جدا خارج حدود الملعب. يرجع الارسال لصاحب القبضة الحديدية احمد سعيد، ما شاء الله عليك يا سعيد. احمد سعيد وبتصادف بقى طبعا ميدو مصلحي، دارس الكلام ده وفاهم فرقته كويس، وحاطط احمد صلاح بارسالات قويه، وراه احمد سعيد بارسالات قويه، وراهم عبد الله عبد السلام وعادل، يعني خط فعلا ناري ما يقدرش اي فرقه عليه، وقد ايه بقى بيحاولوا كده يقولوا تشريف الكابتن محمود الخطيب داخل اجواء اللقاء، بالرغم من انه مش نهائي ولا حاجه، ولكن قد ايه الكابتن الخطيب بقى بيدعم ولاده وعارف ان الفريق متاخر في المسابقه وما سابش الفريق ووراه في كل مكان. وادي ارسالات من سعيد وهشام يسري بيضرب، ولكن ابو صلاح بيرد وفي المنطقه الخلفيه ومن فوق، وتاتش ولا ايه؟ تاتش ولا ايه؟ فيها تاتش وباينه جدا، ولكن بقى الكابتن وائل قنديل هو ادرى بيها، وما نشدش نفسنا يا اولاد ونشوف الحكم التاني شايف وهيتم استدعاء ليه ولا ايه، ولكن بقى نقدر نقول المباراه مريحه، مش عايزين نشدها، عايزين نفضل هادين، عايزين نفضل كده ماسكين اعصابنا والثبات الانفعالي بتاعنا يبقى عالي، وخلاص قرار الحكم الاول شايف الكره وحسبها. والدكتور وائل قنديل غني عن التعريف وحد متمكن جدا، وحتى لو في خطا اكيد هو غير مقصود، وهيشوف بقى اللقاء ماشي ازاي. و22 13 في ارتياحيه يا اولاد، 9 نقاط فارق مريحه فريق النادي الاهلي، ومش عايزين توتر ومش عايزين شد في الاعصاب،
واكيد بقى من خلال الاستديو التحليلي كده الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن ممدوح اسماعيل وكابتن احمد زكريا هياكدوا على الكلام ده لقد ايه هما الاثنين بيتميزوا بالرزانه والعقل كده، وهينبهوا برده على الاولاد بالطريقه دي. وادي هنا هو رضا هيكل ومعوض بكتفه يطلع، بايده يطلع، برجله يطلع، وفي تاتش يا والي انديل يا دولي. ايوه كده الكره تاتش فعلا يا كابتن لقاني، الكره ملامسه لحوائط الصد، وفعلا ادي اهو بيشاور عليها الكابتن وائل انديل والكابتن وليد الخشن، واقتنع خلاص الكابتن لقاني بعد ما مهدي بقى رقم اربعه اكدوا له كمان ان اللي جايب تاتش رقم اربعه. يرجع الارسال لدولا زاروك الصخره، وعبد الرحمن سعودي طلع على الشبكه، هل بقى يتم تبديله ولا ايه يا كابتن ميدو؟ ولكن هو الحمد لله تعافى وموجود داخل صفوف الفريق، وسابه الكابتن ميدو. ارسال خطير جدا من زاروك او الصخره دولا، وادي رضا هيكل بيحط بريست ايديه، واحمد سعيد والساحر يقلب ما كانتش مظبوطه شويه، وادي بقى اعتراضات ان الكره دبل ولا ايه، وبنشوف اهو وبيحسب الكابتن وائل انديل كره على فريق نادي الزمالك، والمباراه بدات تتوتر كده. ولكن طبعا حتى الان في تفوق واضح جدا بتسع نقاط ب 11 نقطه عفوا تقدم وتألق لفريق النادي الأهلي. في كلام من يوسف مع الحكم الدولي وائل انديل، وبيقول لهم ما حدش اتكلم خالص في التحكيم، اللي احنا بنشوفه صح ده اللي بيتعمل، وهو واخد قراره وفي ثقه كده في اتخاذ القرار، وطبعا اشياء كلها مطلوبه في مباريات القمه بالاخص الأهلي والزمالك. استقبال رائع من محمد رضا، وضرب من المتألق اللي نزل في صفوف الزمالك احمد ضياء، ولكن خارج الملعب، وبينتهي الشوط الاول بتقدم ولا اروع من كده 12 نقطه فارق 25-13، وتقدم وتألق لفريق النادي الاهلي. استراحه بين الشوط الاول والعوده للمباراه. نرجع مع حضراتكم تاني واستئناف اللقاء، و لقاء مرتقب بين الفرقتين، لقاء بتنجح اللجنه المؤقته لاداره شؤون الاتحاد بقياده الدكتور سامح حمدي والكابتن ايهاب عزمي والدكتور ناديه رشوان والمهندس غزلان والكابتن سامي ابراهيم باداره شؤون الاتحاد حتى الان، والخروج بالمسابقه كده الى بر الامان. ولكن لسه الدوري طويل، لسه المسابقه فيها منافسات شديده بالاخص بدخول بعض الفرق في المعترك، ولكن طبعا حتى الان الاهلي والزمالك هم متسيدين الموقف. وتعديل للاوضاع في مباراه النهارده، الاهلي كده مصمم على الفوز 3-0 او بنتيجه اللقاء على اضعف الايمان 3-1 او 3-2، ولكن طبعا 3-2 معناها خساره نقطه ويفضل الزمالك متصدر، بالاخص ان فريق النادي الاهلي ليه مباراه مؤجله ضد نادي الترسانه، وطبعا هنتابع ونشوف مع حضراتكم قد ايه الاصرار والعزيمه والكفاح من كلا الفرقتين. الاهلي عايز ياكد ان هو البطل وهو المتزعم وهو المتصدر، والزمالك كده بياكد بقى ان هو حتى الان في المركز الاول. هنشوف هينتهي اللقاء على ايه، ولكن حتى الان هو لقاء ممتع حتى بفارق النتيجه في الشوط الاول 25-13. لا تعكس ابدا الاداء الزملكاوي، ولكنها تعكس قد ايه التمكن الواضح لفريق النادي الاهلي واصراره وتصميمه على تقديم هديه لرئيس مجلس ادارته وحبيب الملايين الكابتن محمود الخطيب بتشريفه وتشريفنا طبعا داخل بقى هنا الصاله بوجوده، لمجرد وجود الكابتن بيبو في اي معترك من الرياضه او في اي مجال رياضي، وهو تشريف للرياضه المصريه لحب وعشق الملايين سواء داخل مصر او افريقيا او العرب او على المستوى العالمي. ورضا هيكل مع بداية الشوط الثاني، وشكلها مباراة هتبقى عصيبة جدا، وقد ايه كلا المديرين الفنيين بيغير من فنياته واتقانه بقى لأداء المهارات عن طريق لعبته، وبيستخدم كافة الأسلحة. وادي واقف الكابتن لقاني بيشاور لأحمد فتحي يلعب الإرسال فين عشان يأثر على دفاعات او على استقبال النادي الاهلي. عنده مركز اربعات لاحمد سعيد وزيستو، وادي استقبال والمحترف الاهلاوي جورج جيف ضرب كره كده ولف من حوائط الصد ونقطه. عبد الله عبد السلام على الارسال، عبد الله ارسال سبايك ولكن بريست ايديه وضياء كده استقبلها خطا، واحمد بيخلص منها ويرف لضا هيكل خارج الملعب. واحمد صلاح هنا بيقول بقى طب اروح فين؟
يعني كده مداعبة خفيفة وبروح العشق والحب للفانيلا الحمراء احمد صلاح. مشوار طويل هنحكي لحضراتكم عليه لاحمد صلاح وعبد الله عبد السلام في الاحتراف، وما زالوا هما اليد الطولة حتى الان لمساعدة فريق النادي الاهلي لتحقيق المكسب، وطبعا قبلهم منظومة رائعة لفريق النادي الاهلي سواء بمجلس ادارته او بادارته الفنية متمثلة في كابتن رؤوف عبد القادر كمدير نشاط رياضي وكل الكوادر والكفاءات داخل النادي. عبد الله عبد السلام و3-1، ويا ترى المباراه هتروح لنفس الوتيره بتاعت الشوط الاول بعد كده ما لملمنا في اوراقه بسرعه، وادي بيشد احمد فتحي، ولكن هيكل حتى الان هو رمز التالق في صفوف نادي الزمالك، ما اشتغلش اي حد غير رضا هيكل حتى الان، حتى سناتر الشبكه او لاعب مركز اربعات ما كانوش بنفس الكفاءه، ولكن احمد فتحي بدا ياخد تعليمات من كابتن لقاني بضروره تشغيل اطراف الملعب لفتح التكتل او البلوكات القاسيه جدا من النادي الاهلي. ارسال هرب كده من ضياء ولكن لم نفسه ويرفعها عبد الله، وادي بقى المحترف الاهلاوي جورجيف رقم 6. فايقين لعيبه النادي الاهلي، رايقين ما شاء الله وبيعملوا اللي عليهم، قد ايه مصممين على المكسب، قد ايه بيحاولوا كده يرفعوا لراية احترام لرئيسهم اللي شرف صالة نادي المولين العربي الكابتن محمود الخطيب، بيقولوا احنا الماتش اللي خسرناه بنصالح جماهيرنا عليه وبنعوض في بطولة منفردة مع النادي الزمالك، وميدو مسلح متحمس واللاعبين كلها حماس فعلا يؤدي الى الهدف وليس حماس لحظي يؤدي الى الانفعال والعصبية، وقد ايه اللعيبه متمسكه بالروح الرياضيه العاليه سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك. سكرين بيتعمل من لاعبي النادي الاهلي كده بارسال من المحترف زيستو، وبتلعب فعلا وبيتوجه على احمد يوسف وبيبوظ الاستقبال، ورضا هيكل كده بطريقه عنتريه وبيردها احمد صلاح الله، وده احمد عبد الله عبد السلام بيحط كورته في الملعب، وكوره من منتصف الشبكه ولف فعلا في الاوت وبيحاول كده يخطف الحكم، ولكن في الاوت يا محمد يا مجدي خارج الحدود تماما، ووقت مستقطع بيطلبه فريق نادي الزمالك بتاخره باربع نقاط و6-2 حتى الان للنادي الاهلي. مباراة ولا أروع من الفرقتين، مباراة فعلا تليق بسمعة الكرة الطائرة المصرية، بيحضرها كده عمالقة الكرة الطائرة في مصر، قد إيه الناس مستمتعة، قد إيه جماهير الملتفة حول شاشة قناة النادي الأهلي بتؤازر فريقها بقى عبر الشاشات كده، وبيوصل أذير الجماهير إلى قلوب لاعبي النادي الأهلي، وبيزيد ده لاعبي النادي الاهلي البدلاء اللي بيشجعوا فرقتهم بمنتهى الحماس ومنقطع النظير طبعا، وورا فرقتهم على طول وبيحاولوا كده يعوضوا النقص الجماهيري. ارسال ريموند رقم 13 صفوف النادي الاهلي قادم من لفه طويله في الاحتراف، وادي ضياء، ومشكله الزمالك حتى الان هي في الكره الاولى، الاستقبال مهزوز و ضربة عنترية كده من ايد احمد يوسف، كان احمد صلاح سحب ايديه ظنا من ان يوسف هيعملها على التاتش، ولكن يوسف حطها في ايد سنتر بلوك جورجيف، ونقطة زملكاوية و3-6 حتى الان. ارسال محمد مجدي، ارسال سريع، استقبال جيد ورائع من احمد سعيد، وبيعكس الملعب ابو صلاح، ولكن حائط صد قوي من يوسف وشبل بمنتهى كده العقل والرزانه، احمد صلاح بيبدا يقول لعبد الله كره كانت مرفوعه كويس جدا لكن انا ما ضربتهاش كويس، وبابتسامه خفيفه كده بيمتص بقى حماسه لاعبي نادي الزمالك، وبيرجع مجدي على الارسال، ما زال على الارسال محمد مجدي، وادي عبد الله عبد السلام كده بيرفع ايديه بيشاور للعيبته هينفذ انهي تركيبه هجوميه، واحمد سعيد استقبال خارج الحدود وبتتشد من احمد صلاح ولكن كانت مزنوقه وكفر كده على نفسه، وادي عبد الله تاني، واحمد سعيد بالايد اللي من حديد وبيجي طاير من اخر حته في الملعب ويروح من مركز اربعه ويضرب كورته في قلب الملعب، ونقطه مباشره للنادي الاهلي.
جورجيف بيرجع على الارسال رقم 6 صفوف النادي الاهلي سنتر الشبكه المحترف، اثنين محترفين داخل صفوف النادي الاهلي، وادي استقبال جيد وكان معدي، واحمد فتحي حاول في الكوره ولكن خارج الملعب يا احمد، واول وقت مستقطع و8 4. ونروح بسرعه لتاريخ الفرقتين وهنقول ان النادي الاهلي سطر كده مع بدايه بقى فوزه على نادي سموحه في منافسات الدوري في موسم 2016 وكان 2017 وحقق القياسيه ب 100 فوز متواصل، ودي حطته في مقدمه فرق العالم في الكره الطايره وتصدر هذا الانجاز. وطبعا عارفين كلنا الرئيس الحالي للنادي الاهلي هو كابتن محمود الخطيب اللي مشرف الصاله الان وبيؤازر فرقته كده، والنادي الاهلي شارك 3 مرات ببطوله العالم للانديه في 2010 و2011 و2015 وكان تاهل في 2003، ولكن الاتحاد الدولي لصعوبات في الناحيه الماليه لغى البطوله. ونرجع تاني للقاء بتاعنا المتميز حتى الان، تقدم للنادي الاهلي باربع نقاط في الشوط الثاني بعد تالق وتقدم واضح 25 13 في الشوط الاول، وادي استقبال من رضا وبترجع الكره كده اي حاجه من يوسف وهيكل بيحطها، ولكن صلاح بقى يلمها، وادي عبد الله والكره شكلها في الشبكه، ولكن بقى هنا الحكم الاول وائل انديل ووليد الخشن بيقول ان الكره جت في راس لاعبي نادي الزمالك وارتدت خارج الملعب. مناقشه كده خفيفه من احمد يوسف كابتن فريق نادي الزمالك، وبيقول بقى لكابتن وائل انديل ان الكره جت في دماغه ولكن كانت من الشبكه، ولكن قرار الحكم الاول الدولي وائل انديل بالنقطه اهلاويه وتسعه اربعه. جورجيف على الارسال بيلعب ارسالات سبايك قوي، جورجيف استقبال جيد من رضا، وادي احمد فتحي والكره لبه كده في ايديه شويه ولكن مشاها كابتن وائل، وادي كره بتتشد لابو صلاح وعلى خارج الملعب، كره قويه في ايد شبل وايد يوسف، ولكن فين بقى مين هيلمها مين هيجيبها؟ مفيش حد، خلاص راحت للنقطه اهلاويه وست نقاط وبدا الفارق يتسع ومزيد من نزيف النقاط داخل صفوف لاعبي نادي الزمالك. وما زال الارسال اهلاوي مع جورجيف، وفي الشبكه المره دي معلش عمل 3 ارسالات منهم واحد في الشبكه، وراجع رضا هيكل، وادي تغيير بيعمله على طول خلاص المعتاد، بيطلع على طول احمد فتحي وينزل هشام يسري، وهيكل على الارسال اختفى شويه في اللقطات الاخيره هيكل، وارسال قوي فعلا ومؤثر، ولكن بقى استقبال رائع من زيستو ومنطقه خلفيه، فايق الولد ده النهارده، رائع الولد ده النهارده، بيشجعه كابتن مسلحي وبيقول له جمله جميله قوي، وقد ايه عبد الله عبد السلام قدر ياخد كده الاستقبال الرائع بتاعه ويدخله هو من المنطقه الخلفيه، وشوفوا كده الكره ضربها ولا اروع من كده في ملعب نادي الزمالك. 11 5 حتى الآن، فارق 6 نقاط. بننقل لحضراتكم الواقع اللي حاصل أمام أعينكم، وادي أحمد صلاح ولكن في الشبكة. معلش يا أبو صلاح. يوسف بيرجع على الإرسال وستة الزمالك 11 الاهلي، واستقبال من احمد سعيد وعكس الملعب ولا اروع بدون حوائط صد، ضحك علينا كلنا قال لهم يلا انتوا جايين للسريع والهاي باص مع احمد سعيد، وراح قلب الملعب من غير ولا حائط صد، وقد ايه روعه الكوره وقد ايه رائعه، وادي بقى ما باليد حيله الكابتن لقاني بيخرج فرده اربعات اللي نزلت مكان مصطفى دبشه وبينزل المحترف هانت، وهل بقى هيقوم بالدور ستيفن هانت ولا هيعمل ايه؟ طبعا اتفاجئ الكابتن لقاني بهبوط مستوى لاعبي مركز اربعات في الكرات الاولى او في الاستقبال وعدم انهائهم للهجمات الزملكاويه اثر كتير على فرقه نادي الزمالك، وادي اللقاني بيرفع كره قويه في مركز اثنين، ولكن هشام يسري هتروح فين؟ وحائط صد قوي، قلت لكم
فايق الولد ده، رائع الولد ده، زيستو ريموند او ريموند زيستو. احمد سعيد على الارسال، هنسكت يا سعيد، هنشوف بقى القبضه اللي من حديد. سعيد ارسال بريست ايديه خارج الملعب، فكر تفكيرين وبيعتذر اهو لمدربه، قال هضرب بقوه ولا اضرب الكره سريعه، وفي النهايه هي خارج الملعب. يرجع شبل على الارسال، و7 13 متاخر الزمالك بخمس بست نقاط وفي مركز اربعه، وقلنا اهو وخلاص بقى هنغنيها له وهنحفظها للناس. فايق الولد ده، رائع الولد ده، وقد ايه متالق حتى الان ريموند زيستو. عنصر الإجادة والتألق في صفوف النادي الأهلي، طبعا بجانب بقى العمالقة أحمد صلاح وأحمد سعيد ودولا وجورجيف. وبيرجع كده زاروك أو عادل على الإرسال، وإرسال سريع واستقبال جيد المرة دي، وشكل الاستقبال هيظبط لنادي الزمالك، ودفاعات لدولا ومركز أربعة، وكان ضارب في التاتش بس هشام يسري بذكاء سحب ايديه كده وشاف الراجل ده عمال يضرب في التاتش ومأثر عليهم، ولكن حتى الان في تقدم واضح ست نقاط لصالح فريق النادي الاهلي بالشوط الثاني. يرجع هشام يسري على الارسال، ارسال سبايك مع الوزب وقوي قوي، الله ما شاء الله عليك يا هشام، ارسال قوي فعلا. بنقول الحقيقه اللي قدامنا، لازم يكون طبعا الغريم والمنافس بقوه الأداء، وهو حتى الآن هو متصدر المسابقة وبيحاول كده النادي الأهلي تباعا يدخل في الأداء واحدة واحدة. وهشام مالكش مقياس ولا إيه يا هشام؟ كرة كانت قوية وخطيرة في اللي فاتت، والمرة دي بتقلش من إيده كده في بطن الشبكة. وعبد الله عبد السلام بيرجع على الإرسال، تنظيم ولا أروع، وادي عبد الله واستقبال المره دي برضه خارج الحدود يا ستيفن هانت، وضرب من ثلاثي حائط صد ولكن عدى بالكامل، وسلامات لجورجيف، ودخل في اصطدام كده من تحت الشبكه مع صافره الوقت المستقطع الفني الثاني، ولكن سلامات بقى جورجيف، ولقاء حتى الان رايح لصالح النادي الاهلي، ومش قادر كده فريق الزمالك يجابه بقى الهجمات او الضربات الساحقه والارسالات القويه، وفي مشكله عند فريق الزمالك في الكره الاولى. بدا اللقاء بمصطفى دبشه لاعب كروس مع احمد يوسف، الاثنين من عمالقه الاستقبال والضرب الهجومي القوي، ولكن اتهز شويه دبشه، خرج خارج الصفوف ونزل مكانه احمد ضياء، ولكن برضو نفس الطريقه اتهز شويه ضياء، وبيستخدم بقى الكابتن لقاني الورقه الثالثه في مركز اربعات وهو المحترف هانت ستيفن هانت، وبرده اتهز كده في اللقطه الاخيره وبيعتذر لزميله بقى والمحترف في صفوف النادي الاهلي. وادي تبديل اضطراري بيعمله الكابتن ميدو مصلحي بدخول عبد الرحمن سعودي وخروج جورجيف، وهيطمن عليه اكيد الكابتن ميدو مصلحي، وان شاء الله تكون بسيطه. حتى الان اللقاء متميز بروح رياضيه عاليه ما بين الفرقتين، تحكيم واداء رائع من الحكم الدولي وليد الخشن والحكم الدولي وائل انديل، وتنظيم والاروع من كده، واستضافه رائعه للمهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس اداره المقاولين العرب. وادي خطا في الاستقبال ايضا، ولكن عبد الرحمن بيحاول ودربكه كده، وكره كي جي 1 تسقط في صفوف النادي الاهلي بعد دربكه في الفرقتين، ولكن بقى عبد الرحمن بقى له فتره كان غايب عن الاداء، ونزول اضطراري كده باصابه اللاعب جورجيف، ان شاء الله كده يشوفوا الجهاز الطبي المعاون للفريق وهو الدكتور سامح ظلام والدكتور حسن عبد المجيد كمخطط احمال، وهيشوفوه كده ويتاكدوا عليه، وان شاء الله يرجع تاني للصفوف. وادي هانت ارسال قوي خارج الملعب، يا هانت مشهور هانت في صفوف فريق الزمالك ومحترف قوي، ولكن حتى الان ما خدمش فرقته للهدف اللي جاي عشانه. سبع نقاط فارق، وقت مستقطع بيلحقه على طول الكابتن لقاني قبل استئناف اللقاء ولعب الارسال، وبيحاول ياثر على فريق النادي الاهلي باخفاق في الارسالات، وانا مش حاسس كده ان ارسال ريموند زيستو كان مؤثر للدرجه، ولكن طبعا فارق سبع نقاط فارق كبير، لازم يلحقه على طول المدير الفني المتالق حتى الان الكابتن لقاني.
مع انتهاء الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن العاني، وده الوقت المستقطع الثاني ليه، كان خد كده في 6-2 في بداية الشوط الثاني وقت مستقطع، واللي بيه خلاص ما عندوش أوراق تانية، فرد أربعات استهلكها ونزلت الملعب، الوقت المستقطع استخدمه ما عندوش خلاص أوراق تانية يشتغل من خلالها، بدل المعد، ولكن في مشكلة في صفوف فريق الزمالك حتى الآن، يا ترى هتتلم، يا ترى يرجع كده في الأداء ويرجع في اللقاء، ولكن الأهلي حتى الآن عارف بيعمل إيه، بأحضان بقى وحماسة كده بين اللاعبين وجهازهم الفني كابتن محمد مسلحي أو ميدو مسلحي، وتشجيع منقطع النظير من البدلاء لصفوف النادي الأهلي، ومؤازرة من رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وكافة الإدارات المعنية في النادي الأهلي بحضور وتشريف لرئيس النادي، ومعاه كده مدير النشاط الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة، وزيزته وهو على الإرسال، وإرسال سريع في مركز واحد، ولكن على مين؟ على الليبرو رضا اللي بيتميز باستقبالات رائعة، ومحبش يجازف أحمد صلاح، كان ممكن يلحقها، ولكن الكرة كان فيها سرعة رد فعل وتغيير اتجاه كده، خاف شوية أبو صلاح على الأنكل والكلام ده، ولكن سلامات بقى، و18 11 7 نقط فارق، وبيرجع هو محمد مجدي على الإرسال. لو أجاد فريق نادي الزمالك في الإرسال والاستقبال هيتغير شكل الأداء وشكل اللقاء، ولكن حتى الآن هو تمكن واضح في الاستقبال من النادي الأهلي، وتمكن أيضا في الإرسالات وفي إنهاء الهجمات، وقد إيه ما بيسكتوناش، وقد إيه بيعلوا صوتنا، وعلى رأسهم طبعا أحمد صلاح والساحر بقى عبد الله عبد السلام اللي بيعمل كل حاجة في الكرة الطايرة حتى الآن. ارسال عبد الرحمن سعودي، ارسالاته مؤثره الى حد كبير، عبد الرحمن ارسالاته سريعه كده فلوتر بالوزن، وفعلا اهو، واستقبال لسه ما كملناش، واحمد يوسف بيخفق، احنا بنقول الواقع يا جماعه، بنقول اللي شايفينه امام عيوننا، بنقول خبراتنا مع اللاعبين وقد ايه احنا عارفينهم وقد ايه فاهمينهم وقد ايه حافظينهم، وادي عبد الرحمن بيجي كده بعد غياب طويل وبيأكد ان هو فعلا ارسالاته مميزه، وقد ايه ميدو مصلحي كان كفء في استخدامه في تبديله مكان جورجيف، وادي تاني اهو ارسال واستقبال المره دي رائع، وفي مركز اثنين ويسري، ولكن عبد الله ولمس شبكه بيشاور عليه وليد الخشن، واحمد سعيد كده نازل بعصبيه، ولكن بقى قد ايه التمكن من ميدو مصلحي، بيقول له اهدى يا ابو حميد مش محتاجين النقطه، الحمد لله احنا 8 فارق في النقاط، 28-12 حتى الان 8 نقاط فارق، وادي اللقاني بقى والكابتن اللقاني طبعا مع حفظ الالقاب بيتناقش كده مع الحكم بعصبيه شويه، وبادئ كده كابتن وائل انديل قد ايه الهدوء وقد ايه الروعه وقد ايه الاداء العالي قوي، وبيمتص كده الحماسه، واللقاني على الارسال، وارسال سريع خارج الملعب، وزي ما قلنا من البدايه ارسالات ضايعه كتير بتزيد الجراح وتعمق الفارق مع النادي الاهلي، وقد ايه بنهدر استقبال كتير لفريق نادي الزمالك، وده مأثر حتى الان على الاداء، ولو عدل النقطتين دول من استقبال الكره الاولى والارسالات المتقنه ممكن يكون الاداء ليه شكل تاني. نتيجه معكوسه 21-12 بفارق سكور كبير 9 نقاط، وارسالات قويه اهو شايفين قد ايه رضا بيحاول كده وبتطلع كره لاحمد يوسف، ولكن بقى سهله في ملعب النادي الاهلي ومنطقه خلفيه، ولكن خارج الملعب يا زيزتو المره دي، ارجع ارجع مفيش اي احتجاج على الحكم ما شاء الله، الدكتور وائل وكابتن وليد شايفين الكره باقتدار ومشاورين اشاره صحيحه 100%، وتشجيع من ميدو مصلحي كده لزيزتو بيقول له معلش، وادي يوسف ارسال قوي خارج الملعب يوسف، ومحمد معوض المتمكن ابن النجم الكبير عصام معوض اللي احترف فترات طويلة ما شاء الله في فرنسا، وكان كده تشريف للكرة الطائرة المصرية. أحمد سعيد صاحب القبضة اللي من حديد، هنستنى كده ونشوف سعيد، وإرسال وقوي ولكن في الشبكة يا سعدة، خد بالك اللفة التانية ليك اللي بتضيع إرسال في الشبكة، وهنحتاج الكلام ده في الصوت الثالث، احنا خلاص رايحين لنهايات الشوط الثاني ولملمه الاوراق بقى مع الفارق الكبير اللي واضح امام حضراتكم بثمان نقاط، وبننقل لحضراتكم الصوره واضحه وبمنتهى الحياديه، والاداء هو اللي بيخلينا نتكلم، وادي حائط صد ثلاثي ولا اروع من كده، ومحاوله للتغطيه من عبد الله واحمد صلاح، ولكن الكره في النهايه وفي الاخير هي لصالح لاعبي نادي الزمالك،
ومزيد من التعليمات. والله عليك يا ميدو يا مصلحي، الله على خبراتك، وبيحاول كده يهدي الاجواء شويه، وشايف فريق الزمالك بدا يطلع الكيرف بتاعه، بدا يوقف بقى بفضل ارسالات بدا يلعبها فريق نادي الزمالك، والاستقبال شويه الدربك في النادي الاهلي، ولكن بقى بخبرات ميدو مصلحي بدا يوقف الاداء تاني، وسبع نقاط فارق حتى الان. شبل على الارسال، شبل ارسالاته قويه سريعه، فلوتر قوي قوي وسريعه، وبتصعب على المستقبلين، ولكن بقى نشوف خبرات لاعبي النادي الاهلي. نفكر حضراتكم ان احنا قلنا لو فريق الزمالك اتقن في الارسال وفي استقبال الكره الاولى لا تتغير شكل اللقاء، واللي شايفينه امام حضراتكم وعلى شاشات قناه نادي القرن، النادي الاهلي، نادي النسر المحلق عليا في سماء الرياضه والاعلام المصري. ارسالات ضائعه متعدده وكثيره من لاعبي نادي الزمالك، واخفاق في الاستقبال، ومدي اريحيه واقتدار حتى الان للاعبي النادي الاهلي، ولسه اهو ما بنكدبش خبر، والراجل المحترف حتى هانت بيحط كره كده كي جي وان على ايد احمد سعيد، وبياخدها على طول ديموند، وبيرد عليه، وادي اللقاني بصوابع قويه وبيشد، ولكن بقى المره دي بخبرات هانت كده خد البلوك في كتفه وطلع ضرب في الزاويه الطويله، ونقطه حلوه وشكلها جميل من لاعبي نادي الزمالك. كابتن لقاني كده استشعر ان في تقدم في فرقته، وفي المنحنى بيعلى شويه، فرجع تاني الاساسيين داخل الملعب، احمد فتحي على المنطقه الخلفيه، ورضا هيكل في الشبكه. يا ترى هيعمل الفارق من التغييره دي ولا ايه؟ ولا يستمر النادي الاهلي على مسلسل التفوق حتى الان؟ ولكن هنشوف الارسالات قد ايه عامل كبير جدا، وارسال سهل يا احمد، وادي ابو صلاح وخارج الملعب. ركز يا ابو صلاح في كورتك، ورجع على طول اهو احمد صلاح، ما اتناقش حتى مع الحكم، كان عنده شك فيها كده. واحمد فتحي مطلوب يلعب ارسالات قويه شويه، احمد فتحي الخططي مش نافع حتى الان مع فريق الاهلي، وبيضيع كتير مع سولتو، وكان ممكن يضيع ده، وخد بالك. ومحاوله من احمد سعيد، وبدات في دربكه، وهل دلوقتي هيتم التبديل بقى من الكابتن ميدو مصلحي؟ وفعلا اهو وبيهدي الاجواء بدل ما ياخد تايم اوت ويعطل بيه الاداء، ولكن بقى في تبديل بينزل اهو بعد ما اطمن على جورجيف، بيرجع تاني لارض الملعب، وبيخرج عبد الرحمن سعودي. احمد فتحي ما زال على الارسال، لاعب رقم واحد في صفوف نادي الزمالك، بعد كده قدومه من الترسانه ثم الجيش ثم الاخير هو في الزمالك. وادي عبد الله، يا سلام عليك يا عبد الله، لعب بينا كلنا، عمل انه هيموي ويرفع في اربعه، وراح ملقط الكره سريع للمحترف جورجيف بنقطه مباشره. النقطة الأخيرة في الشوط الثاني 24-18، هل هتكون على أيدي عبد الله عبد السلام بفضل إرسالات قوية مؤثرة ولا إيه؟ وإرسال المرة دي بريست الإيد، وبرضه قوي ومؤثر، وحصول النادي الأهلي على الشوط الثاني بتفوق واضح 25-13 الشوط الأول، 25-18 الشوط الثاني. بنأمل أن يعيد نادي الزمالك للقاء حلاوته ومتعته، ويهتم شوية بالإرسالات واستقبال الكرة الأولى، ودي المشكلة اللي مواجهة لاعبي نادي الزمالك حتى الآن، ولو اتصلحت فعلا هتلاقي أداء ولا أروع من كده. وطبعا بقى في كفاءات داخل صفوف نادي الزمالك يقدر الكابتن لقاني كده يستخدمها إن شاء الله ويزيد اللقاء حلاوة، ولكن التمكن والاقتدار حتى الآن رايح لمصلحة الشياطين الحمر أو الماسترز كما يلقبوا على مستوى العالم، واثنين لا شيء حتى الآن بعلامة كاملة وبوضوح منقطع النظير وبتفوق ولا أروع من كده لصفوف النادي الأهلي. نرجع تاني للقاء اللي بيزداد حلاوة وروعة من جانب فريق النادي الأهلي، ومازال في حاجة تايهة كده في صفوف لاعبي نادي الزمالك، وهي الإرسال والاستقبال، واللي لو تغيروا في الشوط ده هنلاقي ندية وهنلاقي رجوع للمباراة. إرسال مع اللقاني قوي، واستقبال وضرب من منتصف الشبكة، ولكن في كور كده بتترد بسهولة. وأدي عبد الله قد إيه رائع، قد إيه متألق، قد إيه ماسترز يا عبد الله، قد إيه متألق داخل صفوف
نادي الاهلي. ولو اتكلمنا عن عبد الله عبد السلام اللي من مواليد اكتوبر 83 اللي شارك في الاولمبياد في سنه 2008 اللي طوله 1.98 ووزنه 82، قد ايه محافظ على اسمه ولقبه. وعبد الله بارسالات قويه بيدخل نفسه بقى ويقول مش بالسن يا جماعه، انا 36 ولا 37 سنه ولكني متمكن ومتالق حتى الان، وساعد النادي الاهلي في الحصول على العديد من الالقاب والكره الطائره الاهلاويه، وهو لاعب في الفريق الاول من 2001 ل 2006، ثم سيزلي ترافيزو في ايطاليا في 2007، ثم مانشيراتي في 2008، ورجع بقى للاهلي في 2009 2010، والمباراه رائعه وحماسيه، وادي حائط صد ولكن خارج الملعب، وجورجيف كان بيحتفل ولكن بقى كسر احتفاله الكابتن وائل قنديل، بيقول له تعالى هنا بتعمل ايه؟ الكوره خارج الملعب وبنفس راضيه كده، بيلمه على طول احمد صلاح ويقول له تعالى هنا ما تعترضش مع الراجل ده، هيديك كارت بقى ويخلي شكلك وحش، وفعلا بيبتسم الدكتور وائل قنديل كده ويمتص الحماسه بتاعه جورجيف ويرجع ضياع على الارسال، وارسال قوي لكن استقبال رائع. بقول لك فايق النهارده الولد ده، رائع النهارده الولد ده، وبيدخل بقى في الكوبليه احمد سعيد، وطبعا مازال نجم اللقطه هو عبد الله عبد السلام، واللي واخد الكاميرا لحسابه وواخد الاداء الرائع لحسابه، وبيقول للناس كلها خدوا بالكم احنا فرقه الاهلي لا نقهر ولا نهزم، وان اتغلبنا بنرجع تاني للاجواء وبنرجع تاني للانتصارات و لكل جواد كبوه. ولكن طبعا النهارده بقى بتشريف كده كابتن محمود الخطيب لاجواء صاله نادي المقاولين العرب، باستضافه رائعه للمهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس الاداره، وكره خارج الصفوف لكريستو، وتاني اهو بيعتذر لزمايله وبيقول لهم اسف لزيستو ريموند زيستو. ومحمد محسن اللي نزل في اللقاء كان تألق في بطولة 23 سنة اللي أقيمت في مصر، وكان تألق بعدها لمدة عام ولا اتنين، وبعد كده محسن في إصابة ولا إيه بيلعب كده شايفه على قد اللعب، وأدي إسقاط رائع ولا أروع من أحمد صلاح، وبيأكد الصدارة وبيأكد التقدم في الشوط الثالث 4-2. جورجيف راجع على الارسال، فارق نقطتين للنادي الاهلي، وتقدم 2 لا شيء في الاشواط 25-13 و25-18. جورجيف ارسال قوي واستقبال ولا اروع من ضياء اللي عدل بقى من نفسه، وادي اهو هانت بيضرب في ايد حائط الصد، لازم ناخر شويه صخره، واحمد صلاح بيقول لي دولا اهدى شويه وما تطيرش عليا، وكان صلاح موقفه ولكن عادل ما شاء الله صخره كبيره في حوائط صد اهلاويه وما بيقدرش كده ياخد الكوره. 3 الزمالك 4 الاهلي الشوط الثالث، وهيكل على الارسال كان متالق في الشوط الاول وبعدين اختفى شويه، وادي ارسال قوي ومحاوله كده من احمد سعيد ناجحه، وادي الراجل زيستو اهي وبيلمها تاني هيكل، وبتترفع منها اللقاني اللي عمل نشاط في الصفوف ابن الكابتن اللقاني طبعا، وباقتدار كده بيشجع زمايله ودب روح الحماسه تاني في فرقه الزمالك، وادي تعادل ناخد بالنا منه يا رجاله 4-4. فرقه الزمالك بقى يلعب ارسالات داخل الملعب، وده اللي قلنا عليه لحضراتكم، لو الزمالك اتحسن في الارسال اتحسن في الاستقبال، ولكن بقى حسدناه ولا ايه؟ طلعت خارج الملعب من هيكل، وطبعا زي ما شايفين اداء الارسال في نادي الزمالك لو اتحسن فعلا هيرجعه تاني للاجواء واللقاء. احمد صلاح بقالنا كتير ما سكتناش، هنسكت لاحمد صلاح ونقول له كورتك فين؟ في الملعب بنقطة يا ولد، ومحاولة من هانت قوية قوي وسلامات ضرب في الحيطة، ولكن خطيرة وصعبة وربنا يستر فعلا، اللاعب عمل عليها تراي عالي قوي ورجليه دخلت في الحائط كده، ربنا يستر على ركبته أو مفصل الحوض، إن شاء الله سليم، وقد إيه قام الراجل إن شاء الله بلياقة عالية، وبيحاول يطمن عليه بقى الدكتور أحمد سعودي كده طبيب الفريق، وبيشوفه برضه من حقه طبعا، والحكم بيديله بقى وقته، الراجل كان عامل تراي حلو قوي وبيحاول كده يرجع فرقته تاني للقاء والاجواء بكره حماسيه بيلعبها، ولكن كان حماس مفرط شويه، كان في خطوره عليه، وبيطمن عليه الكابتن وليد الخشن والكابتن وائل قنديل، وسلامات يا هانت، رجع تاني للاداء اهو اللقاء.
وما زال احمد صلاح اللي جاي دوره دلوقتي في الحديث بعد ما خلصنا الكلام عن المتالق عبد الله عبد السلام وبعد الخبرات والنجاحات المتتاليه لعبد الله عبد السلام، وهو من ابرز اللاعبين احمد صلاح طبعا من ابرز اللاعبين وصاحب تصنيفات العالميه العديده، ولكن هنستنى بقى نشوف كورته كده هتروح فين من الارسال وقويه وضياء بيحاول عليها، وادي اللقاني بيرفع الهيكل وهيكل باسقاط سهل قوي يا هيكل ترجع تاني في ملعب الزمالك، وهانت على طول بيخش بقى يزق الجميع كده ويقول لهم استنوا بقى احنا لازم نرجع في اللقاء، النتيجه كده وحشه قوي 2 لا شيء وفارق سكور كبير، وحتى الان في كده تقارب في المستوى وتعديل للنتيجه بفضل ارسالات بدات تبقى متقنه الى حد كبير وبفضل اداء اتظبط شويه من نادي الزمالك. طبعا يهمنا ان الغريم يكون على مستوى قوي عشان اكيد الفوز يبقى مستحق، ولكن حتى الان المستوى والاداء والنتيجه راحه لفرقه النادي الاهلي بفضل بقى تشجيع ومؤازره رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، وبفضل متابعه القائمين بقناه النادي الاهلي بقى من اول رئيس القناه حتى الكادر كله، وطبعا بنشكره مع الجهد المبذول لنقل الاحداث والمتابعه. وادي احمد سعيد وايد اللهم صل على النبي ايد الحديد، ولكن رضا عملها حلو، ومن رضا لرضا يا نقطه تعالي، وخدها رضا على طول من الاستقبال راحت لرضا هيكل وفي ايد حوائط الصد، والنقطه جت وراحت للزمالك وستة سبعة، وحلاوه المباراه وبقت مثيره اكتر، ومش عارفين الشوط ده تكهناته رايحه لمين، ولكن الزمالك بدا يعدل من طريقته ومن اسلوبه، وحتى الان داخلين في اللقاء مره ثانيه، ويا ترى مطوله علينا ولا ايه؟ استقبال جيد واحمد سعد ادي من فوق اهو، والدفاعات مهزوزه شويه من هانت تخرج خارج الملعب، ووقت مستقطع فني اول و8 6. نروح بسرعه لاحمد صلاح المتالق صاحب افضل تصنيفات في العالم سواء على المستوى العربي او الافريقي او العالمي، وطبعا دخل الفريق الاول بقى وهو كان عمره 16 سنه، وكان ليه اخ كبير هشام صلاح ومحمد صلاح كانوا بيلعبوا الكره الطايره، واخوه ياسر صلاح، وهو كده شرب منهم بقى وكان بيروح معاهم الانديه اللي كانوا بيلعبوا فيها، وفي النهايه هو شارك مع الفريق الاول وهو عمره 16 سنه، ثم احترف بقى بعد كده بنادي هالك فيك التركي وحقق معاه كاس تركيا وكاس الاتحاد الاوروبي، وبعد كده توج ب 16 لقب كاس امم افريقيه وذهبيه العاب متوسط وذهبيه العاب الافريقيه 3 والعربيه، وكان افضل لاعب في العالم في 2011 ومحقق افضل محقق للنقاط في بطوله العالم في 2015، وافضل لاعب 3 مرات وافضل ضارب مره واحده وافضل لاعب بطوله عربيه وافضل ارسال مرتين، يعني تاريخ مشرف لاحمد صلاح، وادي استقبال ايضا مشرف ودفاعات مشرفه لاحمد سعيد، ومن منتصف الشبكه حمد لله على السلامه يا محسن نزل غير الشكل شويه، بقى في كور سريع كده بتتضرب من ملعب نادي الزمالك لازم بقى ياخد باله منها ميدو مصلحي وياكد كده على فرقته بان يتمسك مان محمد محسن، بيطير عالي ما شاء الله ويضرب كده من فوق ناطحات السحاب، ولكن هنشوف هنتعالج الامر ازاي، والسبعه ثمانيه خدوا بالكم نقطه بنقطه حتى الان، واللقاني على الارسال. ارسال سريع واحمد سعيد استقبال ولا اروع، وفي مركز اربعه وفايق الولد ده، رائع الولد ده، ايديه متالقه النهارده ما شاء الله الولد ده، ونديله حقه ريموند زيستو ما كانش بيقنعني في لقائه مع طلائع الجيش، ولكن النهارده بيرد عليا وبيقول لي انا محقق النقاط حتى الان، طبعا بقى بعد العملاق احمد صلاح واحمد سعيد. عبد الله عبد السلام المايسترو وبريست ايديه المايسترو فعلا، وبيلعب كوره كده اغلى الناس احب الناس عبد الله عبد السلام صاحب الاحساس العالي قوي، وبيضرب كوره بريست ايديه في الملعب على طول ويوسع الفرق لثلاث نقاط، سبحان الله كانت ماشيه نقطه نقطه، وادي بقى الوقت المستقطع اللي بيلحق بيه على طول الكابتن لقاني وبياخد كده الاداء ويقول لهم استنى ستوب احنا كنا طالعين، ايه اللي حصل؟ ليه الارسالات تاني بقت ضعيفه؟ ليه الاستقبال اتهز؟ ارجع تاني لادائك، كمل في الشوط ده، ممكن نرجع للقاء نرجع للاجواء. النادي الاهلي حتى الان مسيطر بشوطين وشوطين بفارق سكور عالي، الشوط الاول فارق 12 نقطه، الشوط الثاني فارق 7 نقاط، طبعا فارق كبير، ولكن الزمالك حتى الان يلحق الفارق، يلحق يدخل في اللقاء، يدخل في الاجواء بشرط ان يؤدي تعليمات مدربه القدير الكابتن اللقاني.
عبد الله عبد السلام قلنا عليه اغلى الناس صاحب الاحساس بقى، ويا ترى هيستخدم الباور؟ لا برضه ريست الايد، وادي رضا بيحاول وكره خارج الحدود بيجري عليها اللقاني وبتتبلس كده من فوق هتصد، وعبد الله بيبص وعبد الله بيشوف واحمد صلاح بيضرب وفي تاتش وصوته مسموع، ولكن بقى الحكم الدولي وائل انديل شايف اكتر مننا وبيقول لا وبلاش عصبيه يا ابو صلاح، لسه الاداء ولسه الاجواء وهيكل كده. شفتوا قد ايه الروح رياضيه بين الفرقتين؟ شفت محسن وصلاح وهيكل وكل اللاعبين حتى الجهاز الفني والاداري كلهم بيتعاملوا مع بعض برقي، فعلا هي دي الروح اللي لازم نشوفها في الرياضه المصريه، وهو ده عراقه الناديين النادي الاهلي ونادي الزمالك. واستقبال رائع من زيستو، كان ارسال ولا اروع من نادي الزمالك، وادي صلاح اهو بدا يشد الشبكه بقى وممكن كده ياخد عليها لفت نظر، وخلي بالك لو خرجت من ادائك يا صلاح، وادي ميدو مصلحي قد ايه فاهم قد ايه عارف قد ايه حاسس بلاعبيه، وصاحب الاحساس عبد الله عبد السلام بيهدي الدنيا ويهدي الاجواء ويقول لابو صلاح اهدى شويه يا ابو صلاح، لسه الاداء لسه الاجواء 10 9 ما فوزناش، نادي الزمالك بيحاول مش عايزين يرجع للقاء ويرجع للاجواء. ده طبعا لسان حال عبد الله عبد السلام وميدو مصلحي، واحمد صلاح بقى خد كده لفت نظر شفوي كده من الدكتور وائل انديل، امتص عليه الحماسه بتاعت احمد صلاح طبعا غير مقصود خالص، شده للشبكه، لاعب متميز احمد صلاح. وادي ضياء ارسال خارج الملعب، مش لاحق يتهنى مش لاحق يظبط حاله فريق نادي الزمالك، وادي بقى شايفين كده عصبيه في الاداء شويه، مره ارسال بنقطه ومره ارسال في الشارع ومش لاحق يخلي مدربه يتنفس، وادي صلاح بيروح بشياكه يعتذر كده للكابتن وائل انديل. هي دي روح الابطال، هي دي روح الماسترز، هي دي روح احمد صلاح. زيستو ارسال خططي كان هيلمس والله، ولكن خارج الملعب يا زيستو قوي قوي، مع انه خططي تكتيكي في اخر الملعب وما حلفوش فيها الحظ، وبيرجع كده الدنيا لفارق نقطه واحده 10 الزمالك 11 احمد محسن. يا ترى المباراه مطوله علينا ولا ايه؟ شايفينها نقطه بنقطه في الشوط الثالث، كله قاعد على الاعصاب، مكسب الاهلي معناه رجوعه تاني للتصدر بعد اداء المباراه المؤجله، لا قدر الله خساره معناها تفوق الزمالك، واول تعادل اهو. وعبد الله بيقول انا ما نطيتش، لكن يا عبد الله خد بالك من حاجه بيفهمها لك بقى وائل انديل، بيقول لك انت ايديك اصلا معديه الحافه العليا، فعبد الله ذكي بيقول له الكره ما جاتش في ايديا يا كابتن، الكره جت في راسي وراسي ما عدتش الحافه العليا. طبعا الاثنين بيلعبوا بعض وبيمتصوا حماسه الفريق الثاني فريق الزمالك، وادي محسن وارسال سريع وصعب، ولكن زيستو وفي مركز اربعه، واحمد سعيد بيلطش الكره بالقلم خارج الملعب، واحمد سعيد بروح رياضيه بيقول لا اوت، ما حدش يقول تاتش يا جماعه، الفي ان ال والدوري العالمي اللي لعبناه والتشالنج اللي كان بيتاخد خلى احمد سعيد بقى صاحب خبرات وبينهي كده القصه وينهي الحكايه، ولكن اول تقدم لفريق الزمالك هو حتى الان هنقول عليه تقدم مستحق في الشوط الثالث بفضل تعديل في الكره الاولى في الزمالك، بفضل ارسالات متقنه الى حد كبير، وده اللي كنا بنطلبه في الشوط الاول والثاني عشان نشوف مباراه رائعه فعلا هيعالج بقى نادي الاهلي نادي القرن نادي الشياطين الحمر، هيعالج القصه دي ازاي؟ فريق الماسترز اللي دخل كده بطوله العالم للانديه 3 مرات والرابعه اتلغت من الاتحاد الدولي، الفريق اللي حقق كده الرباعيه في موسم واحد، اللي حقق بطوله الافرو اوروبيه اللي اتعملت في هولندا في السبعينات، هنشوف كده هيحقق الكلام ده ازاي. وادي هنا احمد سعيد بيعتذر عن الكره اللي حطها خارج الملعب. 12 الزمالك 11 الاهلي، وخدوا بالكم من ارسالات محسن، ارسالات قويه وسريعه وما شاء الله متميز بيها من زمان، يستمر عليها بس كده ويؤدي لفرقته الفارق، ولا هنكسرها على طول للاعبي النادي الاهلي بقى باتقان واقتدار وكفاءه. طبعا يبقى الحوار داخل الملعب في ايدي اللاعبين بعد طبعا ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق اللاعبين من الله سبحانه وتعالى. وادي الكابتن الاني بيسال كده جهازه المعاون انا ايه اخدت تايم اوت قد ايه، وطبعا بيجاوبوه، وادي هو ارسالاته قويه، ولكن بقى احنا مش قاصدين نحسده ولا قاصدين نقر عليه، ولكن الراجل بقى ادى باور زياده شويه وخارج الملعب.
يرجع زورجيف على الإرسال. أدي الإحساس العالي من كافة لاعبي وجهاز نادي الأهلي بيأزر فرقته، وتصفير بقى وصافرات كده من لاعبي الزمالك لضياع الإرسال. وقد إيه هم فرحانين إنهم أثروا على زورجيف. الراجل بيلمس الكرة من تحت شوية وفعلا ضيع الإرسال، وبدأت الأعصاب شوية. لسه متماسكة طبعا بفضل الشوطين متقدمهم النادي الأهلي، ولكن في الشوط الثالث يبقى الحوار بفضل الإرسالات اللي ضيعة من نادي الزمالك. كنا هنقول بفضل الإرسالات القوية اللي أثرت بيها على أداء اللقاء في الشوط الثالث، ولكن بقى رضا بيضيع الإرسال في بطن الشبكة، وما زالت الأفضلية والتقدم في الشوط الأول والثاني مع النادي الأهلي. وشايفين أبو صلاح راجع، يا ترى بقى يا أبو صلاح هتلعب الإرسال بمنتهى القوة والصعوبة؟ وفعلا ولكن قد إيه ضياء راح بتمكن، وفي مركز أربعة الهانت اللي طرف الهوا وضرب كرة في الهوا قوية رائعة. نديله حقه وندي الغريم والمنافس حقه ونقول جود جيم نادي الزمالك. حتى الآن الشوط الثالث بيدار باقتدار من فريق نادي الزمالك. لازم نصحى يا أولاد للنادي الأهلي، لازم نشوف يا ميدو هنعالج الدنيا إزاي. الإرسالات بدأت تتقل في نادي الزمالك، الاستقبال بدأ يتصلح، كنا لاعبين على النقطتين دول ومحققين بيهم فارق كبير حتى الآن، ولكن اتغير الوضع. لازم يبقى عندنا الخطط البديلة، وأكيد ميدو مصلحي كفء وباقتدار للنقطة دي. وأدي كرة داخل الحدود بيشاور عليها الكابتن هيثم حامل الراية المساعد، وبيؤكد عليها الكابتن وائل أنديل والكابتن وليد الخشن. تبدل الحال وتغير الحال، و من المحال طبعا الرجوع بالشوط الاول والثاني وهم في جعبة النادي الاهلي، ولكن حتى الان في كلام في الشوط الثالث. 15-13 لفريق نادي الزمالك، وما زال هانت على الارسال. ستيفن هانت وارسال في الشبكه، بداوا ياخدوا ريسك عالي في الارسال، وانا شايف انه بضمان ارساله طبعا محقق معاه الفارق، ولكن ارسالات اللي ضيعها كتير في الشبكه ممكن تعكس الاداء تاني وترجع الاجواء لمصلحه النادي الاهلي. ارسال احمد سعيد صاحب القبضه اللي من حديد، وفعلا ولكن ضياء اتظبط، ضياء اتصلح، ضياء اتحسن، ورضا هيكل من فوق. وخد بالك بقى يا سعيد شويه كده، في رجوع في المستوى والاداء، وبتشد كده رجليك في كرامب ولا ايه؟ لازم ياخد باله منها الجهاز الطبي طبعا القدير الدكتور سامح ظلام بقى، ويشيك كده على اللاعبين للجهد اللي هيبذل، لان طبعا الشوط ده الزمالك فارق حتى الان بنقطتين و16 14. وبنحاول ننقل لحضراتكم الواقع اللي موجود داخل صاله نادي المقاولين العرب. بكل الشكر والترحاب كده قابلنا المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولين العرب، والنائب الأستاذ حسام الدين إمام، والمشرف العام على النشاط الرياضي الأستاذ كريم منير، والكابتن علي العسال. وقد إيه روعة الأداء وروعة اللقاء وروعة التنظيم من اللجنة المؤقتة بإدارة شؤون الاتحاد الدكتور سامح حمدي ومعاونيه، وكل من بقى الأستاذ إيهاب عزمي وكابتن سامي إبراهيم والدكتور ندى أسوان والمهندس غزلان. وشايفين أهو أول ظهور لقط بداخل اللقاء، وارتياح كده على أوجه أحمد صلاح، حس إن هو خرج من الأجواء. خرجه على طول ميدو مصلحي ياخد نفسه، ونزل حسام في الخط الخلفي وقطب في الخط الامامي لزياده القوه الهجوميه وزياده حوائط الصد. وادي احمد يوسف ارسال سهل قوي، بيلمه معوض وفي مركز اربعه وخارج الملعب يا معوض، الله عليك. ومحسن بيندم حظه كده من نادي الزمالك، لكن على ايد مين؟ المتالق النهارده، الجامد النهارده، اللي ما شاء الله فايق الولد ده ورايق الولد ده، ريموند زيستو. وتبديل ايضا في صفوف نادي الزمالك، خرج كده طبعا الليبرو بينزل بقى مكان سنتر البلوك، وعادل على الارسال. الفرقتين ماشيين مع بعض في الدوران، وادي كره من ضياء ما فيهاش اي حاجه وهيكل، ولكن حسام الله عليك يا حسام نزل وغير برده باداء قوي في دفاعات قويه، وتاني هيكل هيحط بريست ايديه ولكن ضرب خارج الملعب، ما فيهاش ملامسه
ما فيهاش مسامحه. ايه الحكم الاول والحكم الثاني؟ شايفين القرار وكله بقى بيقول عن النقطه دي ليا، لا دي ليا، والنقطه في النهايه هي خارج الملعب ونقطه اهلاويه و16 16. ويا ترى الاداء رايح لفين؟ اهلاوي حتى الان بتقدم شوطين ولا تعديل من الزمالك ودخول في اجواء اللقاء. في الاخير هو قرار الحكم الاول وائل انديل ونقطه للنادي الاهلي و16 16، وبيطلب كده الدوران. رضا هيكل بخبره كده كانه بيحصل على تايم اوت، طبعا بيوقف الملعب وبيأثر على ارسالات دولا او زاروك الصخره حبيب الملايين الغالي دولا. شايفين دوران فريق نادي الزمالك على الشبكه في الاني ومحسن وضياء، دخلوا ضياء لجوه، ما بقاش عندهم حل غير باستخدام هيكل من المنطقه الخلفيه وارسالات خططيه بيعملها ميدو، بيلعب على ضياء فرده اربعات، يدخل يستقبل من جوه الملعب يوقفه خلاص ما يضربش، يبقى ما عندهمش غير السريع والضارب الخلفي. ولكن رضا حتى الان مؤثر في الضرب الخلفي ومغير النتيجه، واللقاني بكره في الشبكه ولكن بتاخدها على طول زيستو، وكره قويه بتصحي كل النايمين وتقول للصحيين خد بالك متعلق الولد ده، رائع الولد ده. حب رضا هيكل يسحب ايديه ويسيب كده زيستو يضرب في خارج الملعب، لكن المره دي زيستو اكد الكوره وضرب كوره قويه جدا داخل صفوف نادي الزمالك. تغيير عمله كابتن ميدو، خرج قطب من على الارسال ورجع عبد الله لقوه ارسالاته، وبقى في اتنين بصيره في الملعب بوجود حسام بفضل طول القامه 2 متر 4 واعتباره كده حائط صد قوي. يا ترى الخطط اللي بيعملها كابتن ميدو هتسفر عن ايه؟ و17 17 وادي عبد الله وارسال، وشايفين بقى الحائط الصد وخارج الملعب. ريح الكل الراجل هانت، ستيفن هانت ريحنا كلنا وريح الكابتن ميدو وريح البدلاء اللي نازلين، وضرب كره غريبه الشكل في نقطه ما ينفعش لاعب محترف يعملها، في نقطه محوريه في الاداء. وهفكركم النقطه دي هتعمل ايه في الاداء لو الزمالك ملمش نفسه في النقطه دي وقدر ياخدها. وضياء بيلم كره جميله ومن فوق وخارج الملعب وخارج الاداء وخارج الاجواء. وافكركم ايضا بنقطه هانت، ودي النقطة التانية بعدها، ورايح الطريق ليك يا أهلي، ليك يا مصر، ليك يا بطل، وتكسب اللقاء وتكسب الأجواء وتكسب الحماسة اللي شايفينها من كل أعضاء النادي وأعضاء الفريق وتشريف رئيس النادي وتشريف مجلس الإدارة. ولكن بقى رضا هيكل براحة أعصاب طلع ضرب الكرة وبعدين نزل كده بيشجع زمايله، وشايفينهم كلهم بيخبطوا على بعض كده بحب ومحاولة للم الأمور من تاني. خرج حسام بعد مشاركة فعالة ونزل أحمد صلاح، وما زال الأهلي متقدم بفارق نقطة واتنين لا شيء في الأصوات حتى الآن. ضياء على الإرسال، متميز ضياء في الشوط الثالث ما شاء الله، وإرسال بيخدع الكل، وجورجيف ما تابعش كورته، وعبد الله بخبرته بيقول له يا جورجيف ما ينفعش يا محترف ما تأثروش على أدائنا، ولكن الراجل طبعا بدون قصد كده. وخد بالك النقطة بتتحسب على المحترف، نقطة الشاطر بألف. ونرجع تاني 19 19 نقطة البداية، ويا ترى الشوط رايح لمين؟ وخدوا بالكم هل الرالي مطول؟ هل الأداء مطول؟ لكن ضياء بينهي القصة ويطلع خارج الأداء وخارج الأجواء و20 19. زيستو على الإرسال، ريمون زيستو مضيع في اللفة الأخيرة، وفي إشارة كده من الكابتن ميدو على توجيه الإرسال على ضياء في مركز واحد. يا ترى هينفذ المحترف ولا هيعمل إيه؟ ارسال فعلا على ضياء واستقبال غير متقن ويقلبها اللقاني، ورضا هيكل في ايد حائط الصد الاهلاوي خارج الملعب. اداء رائع من هيكل وضياء حتى الان، واللقاني اللي نزل غير المجريات
ولكن بقى هل هنلم نفسنا بسرعه و2020 ويصعب التكهن زي ما قلنا بنتيجه الشوط الثالث نظرا للاداء الرائع اللي دخل بيه نادي الزمالك؟ ولكن بقى فريق الاهلي فريق الماسترز هل هيجر كده فرقه الزمالك ليه ان الاهلي يفوز باللقاء واحمد سعيد وما فيهاش ديت تراي هاند؟ خلي بالك يا احمد يا صلاح للراجل ده يعورك. 21-20 وعايزين لنا تغييره كده على الارسال، اجري يا رؤوف انزل مكان جورجيف، ارسالاته بتبقى ضايعه وميدو قد ايه صاحي لفرقته، قد ايه بيستوعب كده اخطاء فرقته، وفعلا بقى ربنا كده يسترها. رؤوف بيلعب ارسالات قويه فلوتر، وجورجيف مستني اهو عشان يعمل التغييره تاني بعد ضياع الارسال لا قدر الله، ولكن هنا بيقول الحكم التاني خمس تغييرات ليك يا كابتن ميدو، ما عندكش غير تغييره رؤوف بجورجيف. وارسال قوي واستقبال رائع من رضا ومنتصف الشبكه، ولكن يلمها عبد الله ويرفع عادل ويشوط سعيد وتاني ترجع للزمالك، واللي أنا بيلم ويشد ضياء، وادي هيكل وبايد واحده الصخره اللي رايح يحضن مدربه. الله عليك يا روك، الله عليك يا عادل، بايد واحده كده اخد حائط صد قوي جدا ووقت مستقطع حرج بيطلبه فرقة الزمالك، والكابتن لقاني وبيحاول يلم فرقته بيندق لهيكل كده ويحاول يلم الأزر تاني ويشجع لعيبته، نقطتين مش مستحيل، وفريق الزمالك عامل جيم قوي جدا ورائع حتى الآن وبيحاول يرجع في اللقاء ولسه الجيم ما هربش، ولكن في خبرات كده بتأدي باقتدار وفي جهاز فني قوي ورائع في النادي الأهلي حتى الآن بيقود فرقته نحو المقدمة بتوفيق عالي من ربنا سبحانه وتعالى، واستحقاق حتى الآن باتنين لا شيء، استحقاق حتى الآن ب22-20 مباراة ولا أروع من كده، مباراة سيمفونية فيها الكرة الطائرة على شاشات قناة نادي القرن، نادي الأهلي نادي النسر المحلق حاليا، وفي الكاميرا كده المثبتة على القايم كانت شوية لفت طبعا عشان بقى المباراة وقد إيه تمكن كده واقتدار من نادي الاهلي وقناته الرائعه. وادي رؤوف تغييره موفقه يا رؤوف واستقبال من رضا وتاني في مركز اربعه وهانت، وكان هيعملها والله ابو صلاح وياخد حائط صد غالي قوي، ولكن في ايد ابو صلاح وعلى خارج الملعب وبينزل اهو بيخرج اللقاني وبينزل الولد الشقي بقى لفرقه الزمالك هشام يسري اللي ملوش ستايل اللي بيطلع يضرب بصوره جزافيه وحائط الصد بيصعب عليه ياخد الكوره، ولكن كل الكلام في ايد هيكل بارسال على احمد سعيد وبرفع لاحمد صلاح وبحائط صد قوي من هان ومن اللاعب محمد مجدي، ويرجع تاني الاداء، وكنا قلنا في الوقت المستقطع اللي خده الكابتن اللقاني يقدر يرجع في النتيجه و22-22 ولسه في الحديث بقيه ولسه القصه شغاله ولسه ما لملمناش اوراق الشوط الثالث ولا قلنا انتهى للاهلي ولا ايه. وادي تغييره بيخرج ضياء وبينزل احمد فتحي عشان مفيش معد في الشبكه او في الملعب، وكان بقى الكابتن لقاني بيستغل كده وجود ثلاثة على الشبكة في الهجوم، ولكن مش وقتها يا هيكل. وادي هنرجع تاني في التغييرات بتاعتنا، هينزل تاني اللقاني مكان هشام يسري وهينزل ضياء مكان احمد فتحي، يمكن تغييرة هو اضرب فرقته ولكن عفوا مش وقتها، ودربكت كده ارسال رضا هيكل وفي النتيجه حطها خارج الملعب ونقطه للاهلي سهله جدا. وابو صلاح بقى هنسكت كلنا ونسمع كده ونقول يا ابو صلاح ارسال معقول واستقبال معقول وضرب من مركز اربعه في العصا الهوائيه وقد ايه الاخطاء بالجمله، وفاضل نقطه ونقول مبروك لفريق النادي الاهلي، وخطا الشاطر بألف وخطأك لا يغتفر يا ستيفن هانت في اوقات حرجه في النقطه 18-18 حطيت كره وحشه وفرق بيها النتيجه، والنقطه 23 بتحط كره في العصايه، ولكن يبقى الحوار في النهايه مع ابو صلاح على الارسال، وارسال قوي ولا اروع واستقبال جامد من ضياء وهيكل الله عليك، وكره داخل الملعب قرار سليم وكره سليمه يا عبد الله ارجع
كرة داخل الملعب يا رجالة. لا لا ارجع ارجع، قرار سليم من الحكم الأول ومن حامل الراية، نقول اللي لينا واللي علينا. كرة داخل الملعب فعلا، وبيشاور كده كابتن وائل لحامل الراية بيشجعه وبيقول له جود. مش وقته يا جماعتن الكلام ده، أخطاء بنقولها بس عشان نذكر كده للاعبينا. يبقى الإرسال معاك وتعمل كده توقف للعب وهانت على الإرسال والنقطة الأخيرة، وهل هنقول مبروك للأهلي ولا في كلام تاني؟ ومبروك يا أهلي، مبروك الثلاثة نظيفة، ثلاث نقط ومحاولة للتصدر مرة أخرى. وختاما أعزائي نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمباراة رائعة على شاشات النادي الأهلي، على أمل اللقاء بكم مجددا وعودة لاستديو الأبطال والكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. كان معكم محدثكم عزب الشرباجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.